بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم. هذا العرض البسيط سيكون عن كيفية استخدام تطبيق زوم. تطبيق زوم هو من التطبيقات التي تستخدم في الاجتماعات والتواصل أيضا، وهو نظام مفتوح حاليا في معظم دول العالم ومنها سلطنة عمان. التطبيق هذا سهل جدا استخدامه ومفيد جدا، يعني له فوائد كثيرة جدا، فمفيد لكل شخص سواء كان التواصل العادي ولا لرجال الأعمال ولا للطلبة اللي يدرسون عن بعد. لكل الفئات ممكن تستفيد من هذا التطبيق. تطبيق زوم في كل الشرح موجود في موقعهم، اسمه الموقع zoom.us، وتروح هنا وتحصل كل البيانات والمعلومات اللي تريدها واللي تعرفها عن هذا التطبيق. ولكن هنا الفكرة إن أعطيك نبذة مختصرة كيف ممكن تحميله وكيف ممكن استخدامه. تطبيق زوم تقريبا الوحيد اللي هو يعطي نسخ مجانية أساسية، اللي هو تكفي لمية شخص يشتركون مع بعض، لما يكون الاجتماع أكثر من شخص. أما إذا كان شخصين فقط، يعني أنت وزميل مثلا ولا أنت و شخص آخر، اثنينكم فقط، يعني ما يكون هناك عدد محدود من الاجتماعات. أما بخصوص الوقت فهو يكون 40 دقيقة بالنسبة 40 minutes، يعني 40 دقيقة بالنسبة للجروب، إذا كان طبعا العدد أكثر أقل من اثنين يكون غير محدود. أما إذا كان هم أكثر من اثنين يكون فقط 40 دقيقة. إذا تحتاج أكثر من كذا تعمل اشتراك اللي تقريبا $15، يعني حوالي 5 ريال تقريبا شهريا للشخص الواحد. وفي كل هذه الميزات، هذا الأساسي للميديم بزنس موجود، وكذلك لللارج انتربرايزز أيضا موجود. خيارات كثيرة جدا، يعني إذا محتاج أكثر من 100 شخص، وإذا محتاج 24 ساعة أو غير محدود، بالإضافة إلى ميزات أخرى مثل الكلاود ريكوردينج وغيره. هنا الريكوردينج لتسجيل الاجتماعات يكون في كمبيوتر. العموم هذا كافي للشخص العادي، ولا حتى 100 شخص. 40 دقيقة أصلا، لما تنتهي الـ40 دقيقة أنت ممكن يعني تبدأ اجتماع ثاني. 40 دقيقة غيرهم، يعني ينتهي الاجتماع تبدأ اجتماع ثاني 40 غيرهم، وهذا غير محدود هذا العدد الاجتماعات، يعني number of unlimited اللي هو number of meetings. فكذا محتاج انت تحمل التطبيق، تروح عند الداونلود في صفحة التحميل، هذه صفحة تنزيل البرنامج. هذا البرنامج اللي يشتغل على الويندوز، ممكن تنزله من هنا. وكذلك هو في بلوج انز لمختلف الاغراض، في بلوج ان لمايكروسوفت اوتلوك، هناك بلوج ان لاي بي ام نوتس، هناك بلوج ان فور انتل يونايت، في الشيرنج الايفون للايباد، الاشياء كثيره، يعني بلجنز فور سكرايب فور بزنس الى اخره. انت اللي محتاج انه هو التطبيق نفسه اللي هو زوم كلاينت فور ميتنج، this is what you need. So you just download it and then you use it right away. It doesn't really take much effort. إذا تحتاج للنقال للهاتف، يعني عندك نوعين، وتحصله أيضا موجود في زوم اللي هو الأب ستور، وكذلك موجود بالنسبة للجوجل بلاي للأندرويد. عندك الأندرويد وعندك الأب ستور وعندك للويندوز. بالنسبة لللابتوب محتاج نسخة للويندوز عشان تنصبه في كمبيوترك، وهذا اللي راح نستخدمه. بس ممكن أراويكم نبذة بسيطة أيضا في هذا الفيديو عن التطبيق الموجود في الآيفون كذلك من خلال نفسه تطبيق الزوم. ايش ميزات تطبيق الزوم؟ اول ما زوم يتحمل عندك، تسجل عندهم بالايميل، بسيط جدا تسجيل، ما محتاج شيء، يحتاج ايميل. وبامكانك ايضا انت تسجل باستخدام جوجل او لفيسبوك من تحمله، يعني ما محتاج اكثر من كذا، يا ايميل يا فيسبوك. انا استخدم البيسك، لذلك استخدم ايميل الخاص. وعندك كل هذه الخيارات في البروفايل، you can change all، يعني ممكن تغير كل هذه الأشياء في البروفايل اللي عندك، كل يعني
وخيارات موجودة عادي مثله مثل أي بروفايل ثاني. إذا خلينا نبدأ. إذا بغيت تبدأ في اجتماع جديد أو محادثة جديدة تضغط على فقط New Meeting. هذا هو New Meeting، يفتح لك في شاشة. إذا كان عندك الفيديو شغال، كاميرا الويب كام تشتغل على طول يشتغل. إذا ما تريدها اضغط على Start Stop، يعني توقف الكاميرا. وممكن تستخدم الكمبيوتر إذا تحتاج الأوديو، أيضا ممكن توقفه. أنت ممكن توقف الصوت وممكن توقف أيضا الفيديو. يستبدل هو في خلال توقفك أنت للفيديو من الويب كام، يستبدل بصورتك من البروفايل. إذا تشغله تشتغل كاميرا، عندك خيارات يعني مثل ما شايفين خلفية، ممكن تختار من هنا خلفية لتناسبك، أي خلفية تمشي ثابتة، أو فيديو مثل هذا أو هذا. هذه خلفيات فيديو متحركة، ممكن تكون خلفية ثابتة نفس هذا اللي تشوفه في الصورة. يعني خيارات غير محدودة اللي يناسب تأخذه. ممكن تكون نان، طبعا نان معناته إنه ما عندك أي خلفية virtual background. وممكن طبعا تضيف أنت أي خلفية تشوفها من الصور، كان ضيف صورة أو فيديو اللي يناسبك وتحطه كخلفية. ممكن يكون عندك green screen وبعدين تغير الخلفية اللي تناسبك. بالنسبة للخيارات، هذه هي بالنسبة للفيديو، كل هذه الخيارات موجودة. الأوديو نفس الشيء، الصوت ممكن صوت تسوي تستنج، تشوف أي سبيكر تختار، أي ميكروفون تختار من هنا. وبالنسبة للشير سكرين وغيره بنجي إن شاء الله. فهذا هو الاجتماع. الآن أنا عملت اجتماع خلاص، يعني الآن هو بدينا في الاجتماع حتى تشوفنا end meeting. الآن تبغى تسجل هذا الاجتماع، ممكن تروح في التسجيل record on this computer مثل ما شايفين هنا. إذا فتحت شات ممكن تسوي شات مع زملاء أو مع أشخاص بعينهم من هنا يظهروا. إذا كان هو أكثر من شخص معك في المحادثة يظهروا هنا كلهم. وإذا كان everyone يعني الجميع، ممكن تكون خاصة، ممكن يكون الجميع اللي يشتركين في الاجتماع 2 أو 3 أو 10 أشخاص، كل الرسائل اللي تكتبها هنا تظهر للجميع. هذه تظهر للجميع الآن. أيضا بالإضافة إلى شات، أنت ممكن تختار manage participants، هنا المشاركين في الاجتماع مثل ما واضح هنا إن أنا الوحيد. ممكن عندي خيارات هنا، أغير الاسم، أوقف الكاميرا، أطلع الشخص من الاجتماع إلى آخره. هذه خياراتي. وهنا تكون زوم chat تحتها على طول مباشرة. هنا ممكن أخلي صامت، كلهم صامتين، ولا مهم أختار إيش أعمل من عندي خيارات كثيرة بالنسبة للمشاركين في الاجتماعات. هذا بالنسبة للفيديو. هنا خيارات الكاميرات، ممكن أكثر من كاميرا، وممكن حتى برودكاسترز، يعني ممكن يكون بلاجين لتطبيق ثاني على أساس إنه يكون تشتغل أنت من تطبيق ثاني، يعمل لك برودكاست اللي يصير في الكمبيوتر اللي أنت تشتغل عليه، أو إنك تشتغل من كمبيوتر. بالنسبة للصوت كذلك، يعني في خيارات كثيرة بالنسبة للميكروفون والصوت. هيدفون، نحن نستخدم هيدفون على سبيل المثال. You can test it, you can set it. بس نحن ميوت كان، والآن أنميوت، يعني الصوت الآن يتسجل، لأن أنا ممكن أبدأ التسجيل الحين. كما شايفين إن التسجيل شغال، ممكن أحول إلى فول سكرين. الأهم شيء، أهم جزئية في الزوم اللي هي مفيدة بالنسبة للطلاب، مفيدة بالنسبة للأشخاص اللي يستخدموه، هي شير سكرين، مشاركة الشاشة. شير سكرين هذا ممكن تشارك الشاشة مع زملائك. الآن هو شير لكل الشاشة اللي هي عبارة عن تسجيل، لكن أنا ممكن أسوي شيرنج للكروم مثلا. إذا سويت شير للكروم يظهر للكروم، وبالتالي أنا أي حاجة أعملها في الكروم هنا يكون مثل داونلود، ممكن نشارك في الشاشة وهو يسجل، لازال يعني التطبيق لازال يسجل اللي هو زوم. فالآن كل المشاركين في الاجتماع جالسين يشوفوا هذه الصفحة معي، اللي هي تكون بالويندو اللي أنا اخترتها للمشاركة. أرجعنا مرة ثانية، ممكن يكون أي شيء، ممكن يكون باوربوينت، ممكن يكون فولدر، ممكن يكون تطبيق ثاني مثل نبورتبول أبز، يعني ممكن يكون أشياء كثيرة. الشيء الآخر المفيد، أو إنه الشاشة كاملة، هذا يراويني الشاشة كاملة، يعني أنا الآن أسجل الشاشة كاملة كلها، يعني فشاشة الكمبيوتر كاملة تظهر عندي الآن. هذا مثلا يظهر كله حاليا، كل هذه الأشياء جالسة تظهر،
وتتسجل للجميع، لأن أنا الآن أشارك بالشاشة، فأنا ممكن أفتح الكمبيوتر كل هذا يشوفوه. أما إذا أنا اخترت مشاركة فقط بنافذة واحدة One Window، تمام، هذه النافذة تكون فقط للتطبيق اللي جالس استخدمه، سواء كان كروم ولا كان ويندو ولا فولدر ولا أي كان. الشيء الثاني اللي ممكن استخدمه مهم جدا هو Whiteboard. Whiteboard هو عبارة عن مثل ما هو معروف، يعني هو بورد ممكن تكتب عليه وترسم عليه والآخرين يشوفوا اللي أنت جاي تستعمله. هذه الأشياء كلها راح تتسجل، فأنت إذا مجموعة أشخاص تظهر هنا على الجانب على اليمين كل الأشخاص اللي هم مشاركين في الاجتماع كلهم كاميراتهم، كل واحد يشوف الثاني، أو إنه إذا طفوا الكاميرا عادي يعني ممكن يسمع الصوت، إذا ممكن أطفي الصوت بعد نفسي وأخلي الصورة فقط. فعندي هنا كل الخيارات، كل شيء موجود، وكل كل اللي احتاجهم للرسمات، كل شيء موجود زي ما شايفين هنا، يعني اشياء كثيرة يعني. وهذه كلها يعني ممكن تغير الوانها وتغير التكست هنا، ممكن اسوي لي تكست عادي هنا واشيله واحركه من مكانه، كله يعني سهل جدا انقل بين الاشياء. اللي استخدم ون نوت سهل يتعامل مع هذا الموضوع. هنا ممكن أسوي هايلايت والزملاء اللي هم مشاركين في اجتماع يشوفوا هذا اللون الأحمر هذا، أو ممكن أحط لي هايلايت نقطة معينة بالأسهم هذه، وممكن أنا أمسح كل شيء سويته هنا، وبالتالي كل واحد من هذه الأشخاص اللي يشوفني فعندي مثلا هذا هنا، ومن هنا أغير الألوان أعمل لي شيء ثاني. شيء مثل ما شايفين يعني، إذا هو خط ممكن أغير الفونت وكل الميزات هذه. فإحنا ممكن أسوي أكلير، كل أمسح كل الرسومات، تمام. ممكن يعني أنا فقط والبقية يشوفوا، يمكن هم ما يشوفوا، أنا فقط يعني أمسحها لهم بس، أنا أخليها بالنسبة لي. ممكن أحتفظ بهذه الرسومات من هنا، سو ممكن أسوي سيف. إذا رحت عند التكست أسوي سيف من هنا، هو يحفظ لي هذه الشاشة. الشاشة هذه إذا احتجت أشوفها هذه وين تكون محفوظة، هنا على شكل صورة زي ما شايفين. شفت كيف يعني حفظنها اوريدي، تمام. فكل شيء ينحفظ وكل شيء جالس يتسجل. هذه بالنسبة للخيار الثاني اللي هي الوايت بورد. قبل لا أروح الآيفون نروح لخيارات ثانية. عندي ممكن أنا أشارك بجزء من الشاشة، ما كل الشاشة، جزء منها مثلا هذا الجزء، أو بغيت أي جزء ثاني هنا يعني مثلا أشارك بهذه الجزئية فقط يعني ما كل شيء، أو هذا أحركه على راحتي شوف وين أحب أشارك الناس بس إنه ما يشوفوا باقي الشاشة. هذا هو الخيار. هنا أشارك بالصوت فقط من غير أي صورة، هنا أشارك بكاميرا ثانية، هنا صوت، هنا كاميرا ثانية. بالإضافة كذا ممكن أنا أشارك بكل الملفات الموجودة عندي في مايكروسوفت وان درايف، مثلا افتح لي مايكروسوفت وان درايف اي ادخل عليه واشارك كل الملفات الموجودة عندي في وان درايف، فاستطيع اوصل زوم ب وان درايف، وبالتالي اشارك البقية بالملفات الموجودة في الوان درايف، وكذلك بالنسبة لجوجل درايف وغيرهم وباكس. جميل جدا. اذا نرجع مرة ثانية لهنا، هذا الشيء ميزة حلوة انك ممكن تشارك في الايفون او الايباد، توصل الايفون او الايباد سهل جدا. اول مرة نزل التطبيق لازم يكون الايفون والايباد على نفس الشبكة نومر اكس، عندي هذه الشبكة هي اللي فيها الكمبيوتر وهي اللي فيها التلفون فقط. كل ما اريد اسويه اروح للايفون، لتطبيق الايفون هنا، واروح اعمل لي سكرين ميرورينج اللي هو غالبا يكون موجود هنا، هذا هو سكرين ميرورينج، يظهر لي أي خيار، هذا هو الخيارات الموجودة بسكرين ميرورينج. فعاد أضغط على هذه اللي هي زوم، وبالتالي الاثنين الكمبيوتر والشاشة يكونوا على نفس الخط مثل ما أنتم شايفين هنا الآن. هذه هي شاشة التلفون نفسها بالضبط يعني، فهذه هي شاشة التلفون كاملة. هذا هو الكالندر والريمايندرز والإيميل، كل اللي في التلفون تشوفه هنا يظهر لك في الشاشة.
هنا أيضا عندي كل هذه التطبيقات اللي هي واضحة، تبغى الفوتوز، تبغى أي تطبيق ثاني، كلهم موجودين. كالندر مالي موجود. إذا هذا هو، كل شيء موجود باختصار، يعني كل شيء موجود في تلفونك يظهر للآخرين، يعني اللي هم عندك في الاجتماع. زوم، وهي فرصة عشان نشوف الزوم. هذا الزوم موجود في تطبيق مثل ما انتم شايفين، يعني كلهم هذه الأشخاص موجودين. أنا ممكن أعمل جوين لميتينج أوريدي قائم، ممكن أتواصل مع شخص معين. This is my personal space، يعني هنا ممكن أكتب ملاحظاتي وكل شيء. ممكن أتواصل مع باسم مثلا وأرسل له رسالة. جميل جدا، يعني الموضوع كذا بسيط جدا، voice message ممكن أرسلها لأي شخص ثاني. فبالتالي هو يستخدم للتواصل، فهنا يتواصل مثلا مع باسم. ممكن أروح من تحت من هنا ويتصل فيه. عندي فيديو كول، وعندي فوتو ألبوم، وعندي عدة خيارات مثل ما أنتم شايفين. يعني هذا الفيديو كول، هذا الفوتو ألبوم، سند فايل، عندنا اتصال عادي، هو مفتوح الاتصال والفيديو أيضا. وأيضا كان also screen share، هو already screen sharing الآن، لكن ممكن أسوي screen share من غير الكمبيوتر، يعني بين تلفونين. ممكن أخذ صورة من هنا وأشارك بها الشخص الآخر. ممكن أرسل أيضا ملف، والملف هذا يكون من نفس اللي استعرضناها من قبل شوية، جوجل درايف وبوكس وغيره. لأن هذه هي طريقة استخدام بالنسبة للآيفون، وهي مفيدة جدا بالنسبة للسكرين شيرينج للآيفون. وطبعا كل شيء ممكن يشترك، وواضح جدا، يعني ما محتاج أي شيء. فهذا هو لخاصية شراكة الآيفون، وكيف أنك ممكن تتحمل التطبيق وتستخدمه في تلفونك. هذا هو في نهاية الاجتماع. عندما ينتهي الاجتماع كله هذا السكرين شيرينج، أنا ممكن أوقفه وأوقف الآيفون وأرجع إلى الشاشة. تمام، ممكن أوقف سكرين شيرينج altogether، ستوب شير. ممكن أروح على أي جزئية ثانية، ممكن أوقف الشيرينج، وبالتالي الآخرين يرجع مرة ثانية إلى الفيديو كام، الويب كام. حتى هذا ممكن أنا أوقفه أصلا ويبقي لي الصوت فقط، هذا ممكن أطفيه ويبقى من غير صوت. هكذا أنا الآن سجلت، وإذا سجلت أسجل. عشان كذا هو مفيد جدا كسكرين ريكوردر. زوم ممكن استخدامه كسكرين ريكوردر، ومن أنتهي منه ممكن أسوي له بوز وأسجل أي برزنتيشن، أي فايل، أي شيء، وأرسله للزملاء. ومن أخلص أسوي ستوب ريكوردينج، وبالتالي أنا وقفت الآن التسجيل، وبالإمكاني أنهي الاجتماع. end meeting for all، خلاص انتهى الاجتماع وانتهى، خرجنا من التطبيق. هذا هو التطبيق الآن، خلاص يعني انتهينا منه. التطبيق سهل جدا. هذه هي كيف افتح الاجتماع. ممكن اسوي scheduled a meeting، I can join a meeting، اذا عندي meeting ثاني مرسول لي رقمه وكذا ممكن اروح معهم. هنا ممكن schedule any meeting مع اي اشخاص اريدهم موجودين يكونوا معي، في بسيط جدا متى والساعة كم. وأيضا ممكن أن أرسل للكالندرات الثانية أو القوائم الثانية موعد الاجتماع. هنا I can do screen sharing كما شفتوا قبل شوية. هذه chat room، هذه الميتينجز اللي هي ممكن أبدأ فيه الآن. ممكن أسوي invitation، أسوي دعوة لأشخاص ثانيين. هذا الميتينج اللي هو سجلته من قبل شوية، وهنا قائمة بالأصدقاء أو اللي هم الكونتاكت اللي عندي في التطبيق. أخيرا يعني ممكن واحد يشوف التسجيل من هنا، وممكن تروح على طول على الفولدر. هذا هو الفولدر، هذا هو وين ما حفظ التسجيل. أنت ممكن هنا تفتحه من خلال التطبيق، أو أنت تدخل تحول اللي الآن شغال. هو there's another conversion in progress، لكن هو بعدين من يخلص كل شيء يعني يعمل له conversion،
وبالتالي كل هذه الملفات تفتح، ويكون الفيديو اللي شفتوه قبل شوية سجلناه هو هذا نفسه يتحول إلى MP4، وهذا قابل للتشغيل من أي تطبيق ثاني بالنسبة لهذا الزوم. هذا باختصار يعني لفة سريعة على تطبيق الزوم وكيف ممكن استخدامه كسكرين ريكوردر، وممكن مشاركة الاجتماعات مع ناس آخرين. فشيء جميل جدا ومفيد، وأتمنى الجميع يستفيد منه. وبالتوفيق لكم جميعا، ونلقاكم في تطبيق آخر.